فيديو النهاردة أكلمك فيه عن حاجة اسمها البي جي بي كونفدريشن. إيه هو بقى البي جي بي كونفدريشن؟ ده اللي هنشوفه بقى مع بعض في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. قبل ما أقولك إيه هو البي جي بي كونفدريشن، خلينا أفكرك بالمشكلة الرئيسية بتاعتنا اللي دايما بنتكلم عنها، اللي هي البي جي بي سبليت هورايزون، ودي تقنية الراوتر بتاع البي جي بي بيستخدمها عشان ما يحصلش لوب. خلينا افكرك بيها، انا عارف انك انت فاكرها بس خلينا افكرك بيها تاني. لو قلنا ان ده اوتونوم سيستم اهو، الراوتر اللي هنا فيه اهو مربوط بالراوتر ده، فالراوتر ده عنده شويه شبكات هنا، فهيبعتها كابديت للراجل ده ك اكسترنال بي جي بي. حلو جدا، مفيش مشكله خالص. يقوم الراجل ده يبعتها للراجل ده ويبعتها للراجل اللي تحت ك اي بي جي بي ابديت. طب الراجل ده يعمل فيها ايه؟ هيبعتها كده كاي بي جي بي؟ لا، قال لك منعا لحدوث لوب، وانا كنت شرحت الموضوع ده قبل كده ازاي اللوب بيحصل. منعا لحدوث اللوب، فالبي جي بي سبليت هورايزون هنا هتشتغل وتقول ايه بقى؟ الراوتر يقول لك الشبكات اللي اتعلمتها فايا عن طريق الاي بي جي بي لا يمكن ان انا اطلعها اي بي جي بي، وذلك منعا لحدوث اللوب، وبالتالي الشبكات اللي هنا دي اخرها الراجل ده يعرف عنها بس. طب الناس اللي هنا دي ما حدش. طب في حل؟ قلنا عشان نتغلب على البي جي بي سبليت هورايزون ان نعمل ما بين الراجل ده والمجموعه دي كلها، او مش الراجل ده، نعمل ما بين المجموعه دي كلها فول مش اي بي جي بي. هتقول للراجل ده ده النيبر بتاعك، تقول للراجل ده كده، ترجع تعمل علاقه بين ده وده، وعلاقه بين ده وده، وعلاقه بين ده وده، وعلاقه بين ده وده، وعلاقه بين ده وده، وبين ده وده، وبين ده. طبعا كل ما الشبكه عندك كبرت بقت مشكله خطيره وكبيره جدا ورخمه، واعتقد المشكله دي احنا حليناها في الفيديو اللي فات. فاكر كنا عملنا ايه؟ طبعا ادي الاوتونوم سيستم بتاعك هنا اهو، او الراوتر اللي بره اهو، بعت لك هنا اهو، فبعتها لك كاي بي جي بي، انت بعتها للراجل ده والراجل ده كاي بي جي بي. قلنا عشان نتغلب على البي جي بي سبليت هورايزون بنعمل فول مش كونفيجريشن، او اي بي جي بي فول مش اي بي جي بي، او بنعمل نشغل الراوتر ده روت ريفليكتور. طب وبقيه الراوتر التاني هتبقى بالنسبه له حاجه اسمها روت ريفليكتور كلاينتس. هو هياخد الابديتس من هنا ويبعتها لده ويبعتها لده ويبعتها لده ويبعتها لده ويبعتها لده. يكفي بس انك تقف على الراجل ده وتقول له النيبور ده روت ريفليكتور كلاينت، النيبور ده روت ريفليكتور كلاينت، النيبور ده روت ريفليكتور كلاينت، وخلصت وكده الدنيا شافت بعضها باقل عدد يذكر من الكونفيجريشن. طيب استكمالا لهذا الموضوع، قال لك انت ممكن بدل ما تعمل حاجه اسمها روت ريفليكتور تعمل حاجه اسمها بي جي بي كونفيدريشن. او ايه هو بقى الكونفيدريشن؟ قال لك بص كده، اوتونوموس سيستم انسايد ان اوتونوموس سيستم، يعني اوتونوموس سيستم، وان صح التعبير اوتونوموس سيستمز، مجموعه اعمل اوتونوموس سيستمز جوه الاوتونوموس سيستم بتاعك. مش فاهم، خد بالك. طبعا دي بقول لك دي برضو زيها زي روت ريفليكتور. ليه؟ عشان تتغلب على البي جي بي سبليت هورايزون. يعني ايه؟ بدل ما يبقى عندك اوتونوموس سيستم كبيره جدا اللي اسمها مثلا 5000 دي، طب ايه رايك هنقسم، ناخد الثلاثه دول ونقول كده عليهم دول كده، دول اوتونوموس سيستم. طب يبقوا رقم كام؟ براحتك، ادي الرقم اللي انت تحبه، ولكن هم بينصحوا الناس اللي عملوا البروتوكول ده، قال لك لما تيجي تستخدم الويذن اوتونوموس سيستم اللي جوه الاوتونوموس سيستم اللي جوه الصغنونه دي، استخدم برايفت نمبر اوتونوموس سيستم، يعني من 64512 لغايه 65535. يعني مثلا تيجي مثلا تقول له دي 65000 مثلا، يعني 520، وتيجي تقوم عامل الاثنين دول او الثلاثه المجموعه دي برضه، دي اوتونوموس سيستم داخلي كونفدريشن اوتونوموس سيستم، 65000 مثلا 530، تمام. وتيجي برضو على ده هي مثلا هي كمان تبقى 65000. طبعا ما ينفعش اقول له 540، اخرنا 535، اقول له 530، خدنا ال 30 531 مثلا، خلاص. طب وبعدين يا هندسه؟ خلاص انت من جوه. طب ثانيه واحده، الراجل اللي كان بره ده شايفهم ايه؟ الراوتر اللي هنا ده اللي في اوتونوموس سيستم مثلا 7000 ده، والله ده شايف ان هو متوصل دايركت ب 5000،
يا عم ده 5000 فيها 3 اوتونوم. هو مش شايف ده، هو مش شايف ان فيها 3 اوتونوم سيستم. احنا بقى اللي جوه الاوتونوم سيستم، احنا المهندسين اللي شغالين جوه الاي اس بي، احنا اللي مقطعينها التقطيعه الحلوه اللذيذه دي بيننا وبين بعض. ليه يا عم؟ عشان اعمل كنترول على البي جي بي سبلوت هورايزون. يعني بدل ما الدنيا تبقى عندي محتاج اعمل كونفيجريشن فول مش، لا هيبقى فول مش على قد دي بس اللي فيها 3 راوترات، وفول مش على قد دي بس، وفول مش على قد دي بس. ازاي الكلام الحلو ده؟ يعني تيجي على الراوتر ده وتربط ما بينه وما بين ده وما بينه وما بين ده، وتيجي تربط ما بين ده وما بين ده، وتربط برضه ما بين ده وما بين ده، كده خلصت وعادي جدا. وده نفس الكلام وده نفس الكلام. العجيبة بقى اللي أنا عايز أقولها لك في الموضوع، إنك ممكن تشغل الروت ريفليكتور جوه الاوتونوموس سيستم الكبير بتاعك. يعني مثلا تقول له خلاص، طب انا ممكن اشغل الراوتر ده روت ريفليكتور، هو هيتولى بقى ان هو يبلغ مثلا الراجل زي ده، على اساس ان مثلا مفيش كابل زي ده. يعني في الكونفدريشن تقدر تحط جوه الاوتونوموس سيستم زي الوهميه اللي انت عاملها دي، او اللي بنسميها الكونفدريشن اوتونوموس سيستم، تقدر تحط الروت ريفليكتور تشغله معاك برضو، يديك خدمه ويديك مرونه. يبقى احنا قسمناها لمجموعه من الاوتونوموس سيستمز الصغيره ليه؟ عشان نكنترول العلاقه الكبيره. بدل ما اربط كل راوتر بالتسع رواتر التانيين، لا هربط راوتر او هربط كل ثلاثه مع بعض، كل ثلاثه مع بعض. طيب الاوتونوموس سيستم دي عايز اربطها مع عادي، عادي جدا، اي بي جي بي بين دي ودي، ودي اي بي جي بي بين دي ودي. طبعا انا اكيد متخيل تقول لي لا، يعني بص انت كده، طب الكونفيجريشن، احنا عايزين كونفيجريشن عشان احنا كده محتاسين. طب معلش برضو، احنا كنا لما كانوا راوتر واحد كلهم جوه كده، كنا بنستخدم اوس بي اف اي اي جي ار بي، نفس الانتريور جيت واي بروتوكول اللي هتستخدمه هو هو. يعني قبل ما تعمل التقطيعه بتاعتك وكل حاجه، عادي جدا روتهم كلهم اوس بي اف، خلاص كله شاف بعضه. تعالى بقى نشوف بقى البي جي بي كونفدريشن او الاوتونوما سيستم كونفدريشن الصغننه دي هنعملها ازاي. خلاص انا مجهز لك لاب، تعالى نشوفه مع بعض. وانا ما عملتش فيه اي حاجه اللاب ده، غير ان انا بس حطيت فيه الاي بي هاك. يلا بينا نشوف اللاب ده هنعمله ازاي. ده لاب ظريف كده ودمه خفيف. عندنا هنا مثلا راوتر واحد موجود في اوتونوموس سيستم 1000، وراوتر 2 و3 و4 و5 في اوتونوموس سيستم 2000. حلو. طبعا في عندك على الشمال شبكات 211 و222 و33 وكلام من ده. طب انت عايز تعمل ايه؟ مبدئيا كده احنا عايزين نعمل الكونفدريشن. طيب بص يا عمي، قبل ما تعمل الكونفدريشن بتاعك واي حاجه، مبدئيا كده روت لي الشبكه الداخليه دي كده اوس بي اف. حلو. عشان بعد كده هنرسم ايه انت عايز تقسمهم جوه كام اوتونوموس سيستم عشان نشوف الدنيا. ولو كنت، لو يا سلام لو خدمتني وعملت لي روت ريفليكتور هنا، تبقى يعني جامد جدا. بس ما علينا دلوقتي، مبدئيا انا هشغل جوه هنا. طبعا انا مش محتاج اشغل اي جي بي هنا، لان كل الراوتر واحد شايف الشبكات كلها دايركت كونكتد. انا بس كل ما هنالك محتاج ان انا اشغل اوس بي اف هنا في المنطقة اللي جوه دي. طيب تعالى نعمل كده شغلنا واحدة واحدة، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا بقى نعمل كونفيجريشن للراوتر بتاعنا او الرواتر بتاعتنا اللي موجودة في اوتونوموس سيستم 2000 ديت على انها اوس بي اف 1. فانا جاي بادئ براوتر 5 اهو، اقول له كونف تي. الكلام ده بالنسبة لك كلام فاضي يعني. راوتر اوس بي اف 1، وتقول له نتورك، تدي له بقى الشبكه اللي على يمينه واللي على شماله. ممكن واحد يريح دماغه يقول لك بص يا عم، نتورك 0000، شوف كل الشبكات اللي حواليك، 255 255 255 255 اريا 0. انا رايح دماغي كده واخد نفس السطر، يقول لك انفاليد ايه ادرس او ماسك. شفت الغلطه، انا كاتب هنا 252، لا 255. ايوه تمام كده، هاخد نفس السطر ده كده كوبي، وتعالى على راوتر 4 واعمله كونف تي راوتر اوس بي اف 1، ونفس الكلام اهو. وراوتر 3 نفس الكلام برضو، راوتر اوس بي اف 1. وادي المفروض لما اعمل كده يجي له 2 ابديت، واحده من راوتر 4 وواحده من راوتر 5. استنى كده، لو اي بس كده تمام كده، يبقى كده احنا شغلنا صح. تعالى بقى على راوتر 2. استنى بقى يا معلم، راوتر 2 ده عايز شويه كلام. انهي فتحه اللي هتتروت اوس بي اف على راوتر 2؟ الفتحه دي
مش كده وبس، المفروض ان راوتر 2 يكون ده المفروض ان هيبقى بي جي بي راوتر، فهو عنده شبكات العالم كلها او كل الاوتونوماس سيستمز اللي المفروض انك ممكن تتواصل معاها. فاذا راوتر 2 المفروض يبعت للناس الحلوه دي راوتر 3 وراوتر 5 وراوتر 4 ديفولت راوت. فاذا انا هروت الفتحه دي اوس بي اف الفتحه دي بس، ماليش دعوه ب10، وهبعت ديفولت راوت للناس دي. فاكر كنا بنبعتها ازاي؟ ديفولت انفورميشن اوريجينيت اولويز، ابعت لهم ديفولت راوت قول لهم ان انا الديفولت اوريجين بالنسبه لكم، لو تفتكر حاجه زي كده. فتعال على راوتر 2 اهو وقول له راوتر اوس بي اف 1 ونتورك، ممكن اقول له 70.1.1.1.0000 اريا 0. المفروض يجيني ابديت من الراوتر اللي جنبي. ممتاز جدا، جالك ابديت من راوتر 3 اهو، ممتاز جدا. ما تنساش الله يبارك لك قول له ديفولت انفورميشن اورجينيت اولويز، انا الديفولت انفورميشن بالنسبه لكم او انا الديفولت اورجين بالنسبه لكم، فهيبعت لهم ديفولت راوت. تعال بص على راوتر 4 كده او راوتر 5، قول له شو اي بي راوت. الله عليك، شايف طبعا الشبكات بالاس بي اف. انا اللي يهمني السطر ده، يوم ما احتاس وفي شبكه جديده انا مش عارف اروح لها، اروح ارمي فين؟ قال لك هترمي ال 90 1 1 1 1، يعني راوتر 5 اهو هيرمي ال 90 1 1 لراوتر 3. هتروح لراوتر 3 برضو هتبص تلاقيه يقول لك ارمي لراوتر 2. طب تعالى كده راوتر 3 برضو قول له شو اي بي راوت اهو. انا كمان يوم ما احتاس في اي شبكه هتبص تلاقيني راميها ل 70 1 1 1 اللي هو راوتر 2. ممتاز جدا جدا جدا. يبقى انا اول حاجه خلصت من اللي بيسموه بقى اللي هو البروتوكول الداخلي اي جي بي. حلو جدا. طيب بالنسبه للاوتونوماس سيستم 1000 اللي فيه راوتر واحد، راوتر واحد لما يجي يبص علينا يا جماعه من بره كده، هل هيبقى شايف بقى انا عايز اقسم الشبكه دي كده اوتونوماس سيستم لوحده وده اوتونوماس سيستم؟ هل راوتر واحد يفرق معاه حاجه زي كده؟ لا، راوتر واحد هيبقى شايف الناس دي كلها اوتونوماس سيستم 2000. قسم انت من جوه داخليا براحتك، ده كله تقسيم وهمي ليك انت يعني لمزاجك انت. انما راوتر واحد هيبقى شايف ان هو كونكتد باوتونوماس سيستم 2000. طيب تعالى كده نكونفيجر البي جي بي على راوتر واحد. ادي راوتر واحد اهو، هتقول له راوتر بي جي بي 1000 و اوريدي راننج ان 64. لا واضح ان كان عليه كونفيجريشن. طب استنى بقى، يبقى احنا نمسحه من الحته دي، قول له نو راوتر بي جي بي. طبعا هل ينفع الراوتر، حلو السؤال ده، هل ينفع الراوتر يبقى في 2 اوتونوماس سيستم؟ لا طبعا، والدليل هو لما جيت احطه في 1000 قال لك ده في 64000، واضح ان كان عليه كونفيجريشن قديمه، بس خلاص هنمسحها. فاقول له نو راوتر بي جي بي 64520 اهو، خلاص كده. تعالى نكتب الكوماند بتاعنا، انت في اوتونوماس سيستم 1000 و انشئ علاقه مع النيبور 10002 ده في الريموت اوتونوماس سيستم كام يا راجل؟ طيب 2000. ممتاز جدا ممتاز جدا. ايه تاني زي عن الشبكات بقى اللي عندك بقى نتورك كام بقى؟ 200.1.1.0 الماسك بتاعتها، و 200.2.2.2 و 200.3.3.3. حلو جدا حلو جدا جدا كده. خلاص انا خلصت من ايه؟ من راوتر واحد. لسه مين بقى راجل؟ طيب تعالى بقى كده عشان هنرسم رسمه هنعتمد عليها بعد كده. بص كده عشان اجيب لك كل المعلومات اللي انا عايز اقولها لك في الرسمه دي. انا هعمل دول كده اوتونوماس سيستم، المجموعه دي كده اوتونوماس سيستم. طبعا ممكن تختار اوتونوماس سيستم 500 زي ما انت عايز، لكن يفضل انك لما تيجي تختار اوتونوماس سيستم احنا قلنا برايفت، يعني مثلا ممكن نقول 65520. وهعمل ده برضو كمان دي كده اوتونوماس سيستم برضو، يبقى ده كده اي اس كذا، وده برضو اي اس 65000
يو اس 65,000 530. ممتاز كده. طيب لاحظ كده ان ايه اللي انت بتعمله ده، انا بعمل اوتونوماس سيستمز ويذن الاوتونوماس سيستم الكبيره بتاعتي اللي هي 2000. بتعمل كونفدريشن يا ايوه يا عم بعمل كونفدريشن. وللرخامه بقى طبعا المفروض انك لما تيجي تعمل كونفدريشن هنا في فول مش بي جي بي ما بين راوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 4، صح ولا ايه؟ ففي 3 هنا، في واحد تاني يقول لك قال طب ما استنى استنى استنى، طب ما انا ممكن استخدم راوتر 3 اشغله ك روت ريفليكتور. ايه ده؟ معادي، ما الروت ريفليكتور ده بيبقى جوه الاوتونوم سيستم. ممتاز جدا. انا عايزك بقى تعمل لي كل الحاجات الحلوه دي. حلو قوي. يلا بينا نبدا الكونفدريشن. انا هسيب الرسم على كده وهنشتغل بناء على الرسمه اللي قدامنا دي. اديني وقفت على راوتر 2 وتعالى نقول له ها يا ترى اقول له راوتر بي جي بي يحط اوتونوم سيستم 2000 ولا 65520؟ لا هو دلوقتي بعد التقسيم فين؟ هو بعد التقسيم فين؟ دي جوه المنطقه اللي هنلعب فيها حتتنا دي. فتقول له لا استنى بقى، راوتر بي جي بي 65520، ايوه دي الاوتونوم سيستم الجديده اللي هيتحط فيها. طب ازاي يا هندسه؟ هنقول له ان انت في الاوتونوم سيستم 2000، ما انا جاي لك في الكلام. فانت هتحطه في الاوتونوم سيستم مبدئيا كده، يبقى هتحطه في الاوتونوم سيستم الايه؟ الوهميه اللي المفروض تحط فيها اللي هي الكونفدريشن اوتونوم سيستم. ممتاز جدا ممتاز جدا. طيب عايز اقول له خد بالك الاوتونوم سيستم اللي انت فيها دي وهميه ولكن الاساسيه بتاعتك 2000، اوعى كل ده وانت يعني. فتقوم حضرتك تقول له بي جي بي كونفدريشن ايدنتيفاير 2000. خد بالك احنا بنعمل كونفدريشن يعني اوتونوم سيستمز وهميه كده جوه عشان تسهل علينا الدنيا تبقى الدنيا بيس يعني، لكن انت اصلا في اوتونوم سيستم 2000. حلو خلاص كده. يبقى انت لقيت سؤال او لقيت جواب للسؤال اللي انت كنت بتساله جوه نفسك. طب هو انت حطيته في 65520 ودي وهميه، طب اقنعه ازاي ان هو في الكبيره اللي هي 2000 اهو كومن ده. انت وهميا في 65520 ولكن حقيقيا في انت في اوتونوم سيستم 2000، وانشا علاقتك عادي جدا. يعني هتنشا علاقتك ما بين راوتر 2 اهو، راوتر 2 اللي هو في اوتونوم سيستم 65000 مع راوتر 1، وراوتر 2 مع راوتر 3 اللي هو في 65000 برضه. خدت بالك؟ تعالى كده تعالى ننشئه مع راوتر 1. قول له نيبر 10001، ده يا عم الحاج موجود في ريموت اوتونوم سيستم اللي هو 1000. طب سؤال، لما تيجي الريليشن قامت ايه؟ انت بقى يا راوتر 2 عايز تزيع عن الشبكات اللي جواك تبعتها الراوتر 1، المفروض راوتر 1 يشوف شبكات ايه؟ لا المفروض راوتر 1 يشوف كل الشبكات اللي جوه دي. طب ما انا عندي حل، هو راوتر 2 اصلا اوريدي بعيد بعيدا عن الحوار الكونفدريشن اللي احنا عاملينه ده، هو شايفهم بالاس بي اف ولازم يبقى شايفهم باي جي بي الاول قبل ما يبعتهم بالبي جي بي. طب ما سهله كده، يا تزيع عنهم شبكه شبكه، يا لو انت واد معلم تقول له ريديستريبيوت الشبكات اللي هي الاس بي اف اس بي اف 1. حلو كده. يبقى كده راوتر 2 خلص من الحوار ده، بعت له الشبكه 70، بعت له 80، بعت له 100، بعت له 90، بعت له كمان ليه 104 و155. طيب ممتاز جدا كده. طب تعالى نشوف هل فعلا الراوتر واحد شاف الكلام ده ولا لا. اهو قول له كده شو اي بي راوت، اهو يا عم الحاج شايف الشبكه 155 بالبي جي بي و144 بالبي جي بي و70 و80. ممتاز جدا خلاص كده خلاص كده. طيب انت انشأت علاقتك ما بين راوتر 2 وراوتر 1. ارجع بقى تاني، راوتر 2 بقى وراوتر 3 وراوتر 2 وراوتر 4 وبعد كده راوتر 3 براوتر 2 وبعد كده راوتر 3 براوتر. ما احنا قلنا يا عم هنعمل الروت ريفليكتور عشان ما نقعدش بقى نعمل الفول مش اي بي جي بي. ايوه افتكرت، الله يبارك لك، صح كده. تعالى لي جوه راوتر 2 قول له بص نيبر اللي هو راوتر 3 اللي هو 70.1.1.2 ده موجود معايا في نفس الاوتونوماس سيستم اللي هو 65520.
طب هعمل حاجه تانية، نيكست هوب سيلف. لا ما مش محتاجين، ما انت عامل روت ريفليكتور ليه؟ ممتاز. يعني ايه يعني يا عم؟ اطلع روت ريفليكتور بقى اللي هو راوتر 3 ده. هتقول لي ما راوتر 3 فيه علاقه بينه وبين راوتر 5؟ لا سيبها لي دي دلوقتي خالص، انا هخليك العب لي بس في نفس الاوتونوماس سيستم بتاعك. راوتر 3 فاقول له راوتر بي جي بي 65520، ممتاز جدا. و هتقول له نيبور، نيبور مين؟ اللي هو راوتر 2 اللي هو 70. بس استنى 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 قبل ما تعمل لي نيبور، هو راوتر 3 وهميا في 65520 ولكن حقيقيا مش 2000. انت نسيت الكوماند المهم، بي جي بي كونفدريشن كونفدريشن ايدنتيفاير 2000. بعد كده بقى تعالى اتكلمني في النيبور. نيبور 70.1.1.1 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم، نفس اوتونوماس سيستم بتاعك اللي هو 65520. في نيبور تاني اللي هو راوتر 4 فوق اللي هو 80.1.1.2، برضو نيبور 80.1.1. شوف الريليشن قامت اهي، .2 في الريموت اوتونوماس سيستم برضو 65520. ممتاز جدا ممتاز جدا جدا. طب استناني، لاحظ ان في راوتر 3 له علاقة لسه مع راوتر 5. طب معلش سيبها دلوقتي، هنرجع لها، انا مش ناسيها بس هنرجع لها. تعالي لي على الراوتر 4 عشان نخلص منه هو كمان. فتقوم تقول له راوتر بي جي بي 65520، وما تنساش الاول الكوماند المهم بي جي بي كونفدريشن ايدنتيفاير كام يا راجل يا طيب؟ 2000. تمام، انت حقيقة موجود في 2000. انشئ بقى العلاقة ما بينه وبين الراوتر 3، بقول له نيبور ها 80.1.1.1 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم بتاعنا برضو 65520. ممتاز جدا. استنى الريليشن تقوم، ها استنى الريليشن تقوم وبعد كده تعالى نتست. هل هسألك بقى سؤال، الريليشن قامت اهي، هل راوتر 4 لما اقول له شو اي بي راوت هيشوف الشبكات 200 اللي هي بتاعت راوتر 1؟ انا شايف ناس بتقول لي اه وناس بتقول لا. طب استنى كده، شو اي بي راوت، اوب طب ما شافهاش ليه؟ ها البي جي بي سبليت هورايزون يا راجل يا طيب. الراجل ده راوتر 2 اتعلم الشبكات دي اي بي جي بي، بعتها ليه؟ ده اي بي جي بي، حلوه قوي، هي موجوده على راوتر 3 وراوتر 3 شايفها. مش مصدقني اهي، فين راوتر 3 اهو، اقول له شو اي بي راوت، ها اهي شبكات 200 متشافها. طب ليه راوتر 4 ما شافهاش يا حبيبي؟ راوتر 4 او نقول راوتر 3 خد الشبكات دي بالاي بي جي بي، يستحيل يطلعها تاني بالاي بي جي بي، صح ولا ايه؟ ما عشان كده قلت لك يا تعمل فول مش، يعني تقنع راوتر 4 ان هو دايركت كونكتد براوتر 3 راوتر 2 عشان راوتر 2 يبعت له الابديت دايركتلي، تمام؟ او روت ريفليكتور، انت يا فرحتي كتبت لي هنا روت ريفليكتور وسبته؟ طب ما تشغله كروت ريفليكتور، خليه يبعت للراجل ده الابديت. اه والله انا نسيت، معلش انا اسف. تعال لي بقى على راوتر 3 حلو، وانت هنا كده قول له استنى يا راجل يا طيب، قول له نيبر 80.1.1.2 روت ريفليكتور كلاينت، ده كلاينت بالنسبه لي. حلو جدا، هتلاقي ريليشن قامت ووقعت او وقعت وقامت. ايوه تعال بقى على راوتر 4 كده قول له وريني الراوتنج تيبل كده. يا سلام السلام، ايه رايك؟ خلاص الدنيا هنا قامت اهي، الدنيا هنا قامت اهي، ما شاء الله تمام تمام. طيب استنى بقى عليا، طب انت كده حلو قوي قومت الشبكه اللي هي اللي هي التوماس سيستم اللي فوق الوهمي ده اللي هو الكونفدريشن 65520. طب اللي تحت عايزين ننشئ علاقه ما بين راوتر 3 وراوتر 5 الاثنين دول، الراجل ده والراجل ده. استنى بقى عليا عشان في سطر هيزيد. ايه يا عم السطر ده؟ بص ارجع على راوتر، خلينا ننشئ 5 الاول ماشي كده،
خلينا ننشئ خمسة الأول. فأقول له راوتر بي جي بي كم يا عم؟ 65,530. ممتاز جدا. هو بقى فين؟ هو في 2000 برضه. قول له بي جي بي كونفدريشن ايدنتيفاير 2000. انت في 2000. اه حلو قوي. طب وبعدين؟ قالك استنى، لا استنى بقى، لما تيجي تربط ما بين اتنين راوتر، الاتنين في اتنين اوتونوماس سيستم كونفدريشن، الاتنين في اتنين كونفدريشن اوتونوماس سيستم، والعلاقه ما بينهم اي بي جي بي، لازم تكتب الكوماند ده ان هما بير. بير ازاي؟ ان هما اي بي جي بي بير لبعض. يعني مثلا ازاي؟ انت على راوتر 5 تقول له ان في اللي هو البير بتاعك انت يا راوتر 5 موجود في اوتونوما سيستم 65,530. البير بتاعك المفروض في كام؟ ما لازم تفهمه. البير بتاعك المفروض ان هو في 65,500 وكام؟ في 520. فلازم تقول له دي. انا على راوتر 5 خلاص، انا كتبت ان الكوماند ده عشان اقول له ان انت فعلا اوريدي واقف في اوتونوما سيستم الاساسيه اللي هي 2000 دي الحقيقيه، وفي اوتونوما سيستم ثانيه وهميه معموله، وفي انت البير بتاعك انت في اي بي جي بي بير بينك وبين اللي هو راوتر 3. لسه هضيفه كنيبر دلوقتي، ولكن لازم اقول له برضو ان البي جي بي كونفدريشن بير في اوتونوما سيستم كام؟ في 65,500 وكام؟ في 20. ده البير بتاعه يبقى هنا. وما تنساش بقى تقول له نيبر، ها نيبر كام؟ اللي هو 90.1.1.1 في الريموت اوتونوماس سيستم 65,520. ممتاز جدا. طب واحد يقول لي طب ما تزيح بقى عن الشبكات اللي عندك جوه. حبيبي مش محتاج ازيح، هي اصلا متشافه بالاي جي بي، متشافه بالاس بي اف، فانا مش محتاج ان انا ازيح. الموضوع هنا ابسط من البساطه، مش محتاج ان هو شايفها بالاس بي اف. تمام. تعالى بقى على راوتر 3 كده. هو اوريدي انا كتبت الكوماند اللي هو ده اللي هو البي جي بي كونفدريشن ايدنتيفاير 2000. انا مش محتاج اكتبه، ما خلاص هو اتكتب اصلا. طيب انت عايز تكتب ايه؟ قول له كونفدريشن بير، البير بتاعك الاي بي جي بي بير بتاعك اللي هو 90112 ده موجود في اوتونوما سيستم 65,530. تمام. تعالى بقى قول له نيبر 90.1.1.2 ده موجود في الريموت اوتونوما سيستم كام يا عمي؟ اللي هو 65,530. واستنى كده شوف الريليشن هتقوم ولا لا. المفروض ان الريليشن تقوم. طيب عم الريليشن تقوم، خلينا نتكلم كده عن ايه اللي هيحصل جوه. طبعا المفروض انك لما هتقف على راوتر 5 وتقول له شو اي بي راوت، هتشوف الشبكات اللي في اوتونوما سيستم تاني كانها فعلا في اوتونوما سيستم تاني اهو. الابديت جه اهو يا جماعه، ممكن يتاخر شويه بس بيجي يعني. طيب حس ان الريليشن قامت وانا على راوتر، تعالى اقف على راوتر 5 معلش، وقول له شو اي بي بي جي بي. بص كده يا راجل، طيب الشبكات 200، هو شاف شبكات 200 بس شوف عشان يوصل لها بيروح فين. بيعدي على الاوتونوما سيستم اللي اسمه 65,520 ده وهمي. خد بالك لاحظ كده حاططه لك بين قوسين عشان يقول لك ده كونفدريشن اوتونوما سيستم. صح صح يا معلم، ده مش حقيقي، ده اي كلام. وبعد كده بتعدي على 1000، يعني اصبح راوتر 5 هاول ده شايف ان هو عشان يروح للشبكات 200 بيعدي على اوتونوما سيستم 65,520 ثم 1000. تخيل تخيل المنظر. طيب تعالى بقى شوف لي راوتر واحد شايف الدنيا عامله ازاي. يعني انت لو جيت على راوتر واحد هنا اهو وقلت له هل راوتر واحد شايف بقى اوتونوما سيستم 65,530 و520 والحاجات دي،
قول له والله شو اي بي بي جي بي، هو شايف كل الشبكات دي، الشبكات 100 جاي من اوتونوما سيستم 2000، هو ما يعرفش اكتر من كده، ان هو شايف البابليك اوتونوما سيستم ملوش دعوه بالاوتونوما سيستم الداخليه اللي جوه الشبكه بتاعتك. اتمنى انك تكون فهمت درس الكونفدريشن، عرفت هو بالظبط حاجه زي الروت ريفليكتور. ولكن طب هتسالني طب انا استخدم دي ولا دي؟ اولا هو براحتك، ولكن ثانيا يعني اللي بيلجأ للروت ريفليكتور اكتر ما بيلجأ لحته الكونفدريشن، لذلك الكونفدريشن ما تلاقيهاش مشهوره قوي الا في الشبكات الكبيره جدا يعني، تمام؟ ولكن هي برضو من ضمن الحلول الموجوده. اشوفك الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.